وأما الأسباب الباطنة فهي أشد، فإن من تشعبت شعبت أيوة به الهموم في أودية الدنيا لا ينحصر فكره في فن واحد، بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب، وغض البصر لا يغني، فإن ما وقع في القلب من قبل كاف للشغل، فهذا طريقه أن يرد النفس قهرا إلى فهم ما يقرأه في الصلاة ويشغلها به عن غيره، ويعينه على ذلك أن يستعد له قبل التحريم بأن يجدد على نفسه ذكر الآخرة وموقف المناجاة وخطر المقام بين يدي الله سبحانه وهو المطلع، ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يهمه، فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن طلحة: إني نسيت أن أقول لك أن تخمر القدر الذي في البيت، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل الناس عن صلاتهم، فهذا طريق تسكين الأفكار. نعم، إذن يقول هذه الأسباب الظاهرية تكلمنا عنها، لأن أسباب ماذا؟ باطنية داخلية، وهذه أصعب ولا أخف؟ أصعب، يعني هذه ما فيها تغض بصرك، لأنها جاية من هين؟ من القلب، من داخل، جاية من داخل، يعني حتى الإنسان أعمى تأتيه، حتى الإنسان أصم تأتيه، لأن هي جاية من الداخل، حاضرة من الداخل. فإذا علاج هذه قال من أعظم العلاجات أن يعين نفسه ويجتهد على تفهم معاني الصلاة، يجتهد على أن يتفهم معاني الصلاة، بحيث أن كل لفظة يقولها في ألفاظ الصلاة يكون هو مشغولا بها، فيربط ما بين اللفظ وما بين القلب في العبارة التي يقولها من قراءة ومن تكبير ومن تسبيح ومن تعظيم ومن ألفاظ التشهد وغير ذلك، يكون يربط. كذلك أيضا قال قضية جميلة، وهي أن يجدد المعنى للمعاني التي أو أن يجدد معنى المعاني التي يعلمها من قبل. فهو مثلا يعلم بأن الآخرة موجودة، يعلم بأن هنالك حسابا، يعلم بأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعلم هذا الأمر، مقتضيات الخوف، مقتضيات الرجاء، لكن قالك ماذا؟ يجدد. فقبيل الصلاة تجدد هذه المعاني في قلبك، تستحضر الخوف من الله، الهيبة من لقاء الله سبحانه وتعالى، تحدث نفسك بهذا المعنى، بأن الآن مقبل على الله، أنا الآن مقبل على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الآن يعني يبصرني وأنا على هذا الحال، يرى ويسمع ويطلع على ما في قلبي، فأنا أخجل من الله سبحانه وتعالى أن أكون أصلي والله سبحانه وتعالى يطلع على قلبي أن قلبي مشغول عنه. فالحاصل أن يجدد العزم لهذه المعاني، يجددها في قلبه حتى لا ينشغل بها في الصلاة ولا تشغله هذه المعاني في الصلاة. وذكر هنا قصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن وفيها إشارة لهذا المعنى، أنه أخبر الصحابي عثمان بن طلحة فقال: نسيت أن أخبرك أنك تخمر الإناء القدر تغطيه. قال له: لأن لا ينبغي أن يجعل الإنسان شيء يشغله وهو في الصلاة، ما تجعل شيء يمكن أن يشغلك، وإنما تأتي للصلاة وأنت فارغ من الشواغل وفارغ من الهموم. نعم. فإن كان لا يسكن هوائج أفكاره بهذا الدواء المسكن، فإن كان لا يسكن هوائج أفكاره بهذا الدواء المسكن مسكن بهذا الدواء المسكن، فلا ينجيه إلا الذي يقمع مادة الداء من أعماق العروق، وهو أن ينظر في الأمور الصارفة الشاغلة عن إحضار القلب، ولا شك أنها تعود إلى مهماته، وأنها إنما صارت مهمات لشهواته، فيعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائق. نعم، قال: إذا كان هذا ما يكفي ينظر ما هي تلك الأسباب الباطنة التي تشغله ويقطعها، ينظر إيش هذه الشواغل التي كانت تشغله عن الصلاة فيجتهد بأن يقتلعها، وإن كان كما سيأتي بعد قليل هذا الدواء دواء مر ودواء صعب، والآن يذكر له بعض الأحوال أو بعض الأمثلة. نعم. روي أنه صلى الله عليه وسلم لما لبس الخميصة التي أتاه بها أبو جهم وعليها علم
وصلى بها نزعها بعد صلاته، وقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بها إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وآتوني بأنبجانية أبي جهنم، وآتوني بأنبجانية أبي جهنم. نعم نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجديد شراك نعله، ثم نظر إليه في صلاته إذ كان جديدا، فأمر أن ينزع منها ويرد الشراك الخلق. نعم، يعني الآن موقفين، موقف النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الأشياء التي تشغل. فمرة أبو جهم أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لباس موشى بشيء من النقوش، قال فيه علم، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بعد ذلك أن ترد هذه الخميصة إلى من؟ إلى أبي جهل، ردوها. قال: هذه شغلتني عن الصلاة، شغلني ما فيها النقش، هذا العلم هذا شغلني عن الصلاة. وقال: أتوني بأنبجانية أبي جهل. هذه الأنبجانية يعني لباس ليس فيه، لباس غليظ ليس فيه نقش، ما في علم، كما يقول سادة، مرة ما يكون فيه شيء يشغل. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم حساس من هذا الأمر، فلا يريد أن يشغله شيء. وإذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأنه هو ينشغل بمثل هذه القضايا، وتشغله هذه القضايا. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتشغله، فكيف نحن؟ فلا شك بأننا نكون أضعف قلباً، أضعف استحضاراً في يعني محاربة مثل هذه القضايا المشغلة. وبالتالي يجب أن نكون أكثر اهتماماً في أن ننزع عن أنفسنا كل ما يمكن أن يشغلنا. وهكذا يعني يروى أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم غير شراك النعل، شراك النعل هذا الذي يكون في أعلى على القدم وظاهر القدم، فشغله هذا، شغل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ردوا، أرجعوه إلى الشراك القديم، لما وجده من الانشغال بهذا الجديد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم في يده خاتم، وكان على المنبر فرماه وقال: شغلني هذا، نظرة إليه ونظرة إليكم. وروي أن أبا طلحة رضي الله عنه صلى في حائط وفيه شجر، فأعجبه دبسي طار في الشجر، دبسي طار في الشجر يلتمس مخرجا، فأتبعه بصره ساعة ثم لم يدر كم صلى. فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الفتنة، ثم قال: يا رسول الله، هو صدقة، فضعه حيث شئت. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس خاتم، وهو في المنبر زعل الخاتم ورماه، قال: شغلني، مرة ننظر إليه ومرة ننظر إليكم، شغلني. فمجرد أنه شغله يعني رماه. وهكذا أيضا يعني يروي عن أبي طلحة بأنه كان له حائط، يعني حديقة، فكان فيها شيطان يطير وشغله عن الصلاة، فأراد أن يعاقب نفسه بأن تصدق بهذا الحائط كله، تصدق به، قال: ضعه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شئت، لأنه رأى أن الصلاة إيش؟ أعظم وأثمن وأغلى، فما يريد أن يشغله شيء. نعم. فكانوا يفعلون ذلك قطعا لمادة الفكر، وكفارة لما جرى من نقصان الصلاة، وهذا هو الدواء القاطع لمادة العلة، ولا يغني غيره. نعم. فأما ما ذكرنا من التلطف بالتسكين والرد إلى فهم الذكر، فذلك ينفع في الشهوات الضعيفة والهمم التي لا تشغل إلا حواش القلب. فأما الشهوة القوية المرهقة فلا ينفع فيها التسكين، بل لا تزال تجاذبها وتجاذبك، ثم تغلبك وتنقضي جميع صلاتك في شغل المجاذبة. ولكن مع هذا فلا ينبغي أن تترك المجاهدة ورد القلب إلى الصلاة وتقليل الأسباب الشاغلة، فهذا هو الدواء المر
ولمرارته استبشعته الطباع، وبقيت العلة مزمنة، وصار الداء عطالا، حتى إن الأكابر اجتهدوا أن يصلوا ركعتين لا يحدثون أنفسهم فيها بأمور الدنيا، فعجزوا عن ذلك. فإذا لا مطمع فيه لأمثالنا، وليته سلم لنا من الصلاة شطرها أو ثلثها من الوسواس، لنكون ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. يعني طبعا هذا يعني تواضع من كاتب أو من مؤلف، ولا هذا النص لعله للشيخ الإمام الغزالي. الحاصل خلاصة هذا الحديث أو الكلام الأخير بأنك أيها الإنسان مهما فعلت من قطع الشواغل الخارجية الظاهرية، من شواغل السمع وشواغل البصر وغيرها، ومن الجد والاجتهاد في قطع الشواغل الباطنية والأسباب التي تشغل الإنسان عن الطاعة وعن العبادة وعن الصلاة، ليس لك بد إلى آخر حياتك من البقاء على حال المجاهدة. أنت لابد أن تبقى على حال المجاهدة لا طول حياتك. ولذلك قال عن أن بعض الأكابر، يقصد بعض الأكابر يعني بعض يعني العلماء أو السلف الذين وصلوا ما وصلوا، أنهم كانوا يتأذون من هذا الأمر ومن هذا الوسواس، فقالوا أنه كانوا يعني لا يكاد تسلم لإنسان صلاة، يعني صلاة مثلا من ركعتين وتكون خالية من الشواغل. ولكن يبقى هذا الحال، أنه يعني كيف أن يكون هذا الأمر أو هذا الهدف وهو الخشوع في الصلاة، يعني أمر يتمناه الإنسان ويجتهد. مطلوب من الإنسان ماذا؟ أن يبقى على حال الاجتهاد، لا يترك هذه المجاهدة، لأنه في حرب مع من؟ في حرب مع من؟ مع الشيطان. نعم، الشيطان يوسوس له وهو مأمور بالخشوع وهو مأمور بالخضوع، فهو عليه أن يجتهد في صرف هذه القواطع ظاهريا وباطنيا، ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويبقى على حال المجاهدة، يبقى على حال المجاهدة إلى أن يموت، يجتهد في ذلك ويسعى إليه حتى يعني يعينه الله سبحانه وتعالى. فتبقى هذه المجاهدة ويبقى هذا العمل ويبقى هذا الجهد مستمرا عند هذا الإنسان، لا ينقطع أبدا، والله سبحانه وتعالى يوفق العبد ما كان هذا العبد راغما فيما عند الله سبحانه وتعالى، مجتهدا يعني يريد ما عند الله سبحانه وتعالى يعطيه.